فيها كبير. لا يبقى انت كده تقومي تغسلي ايديكي الاول بتنر، وبعد كده ايه طهري ايه طهري، ما تخليش بقى يلمس الجرح تحت تحت يا فاطمه، تحت 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 ايوه بس خلاص. ايه ده تحت ايوه ما بقولك تحت خلاص كفايه بقى. ده يعني. شفت مستسلمة، حاسة ان احنا بنعالجها. صح نايميها بقى، نايميها ايوه، حط عليها من فوق بس وجعها بس 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 بس. يعجبك الحال اللي انت وصلت ليه ده؟ شايفة منظرك عامل ازاي؟ ردي، شايفة منظرك عامل ازاي؟ يا كاتي بعد ما لميناك من الشوارع، يعني لقيتها في الشارع وهي صغيرة، أخدتها ربيتها لغاية ما كبرت كده، وبعد كده شافت قط خلبوص في الشارع فبدأت تنزل على السلم، وبدأت تطلب إن هي تفتح الباب، وبدأت تطلب إن هي تطلع الشارع، وما ترضاش تطلع عندنا إلا بمزاجها. وبعد ما اتبهدلت بالشكل ده كيتي، بس بس بصوا بص عملت ازاي، بصوا يا جماعة بص عملت ازاي، كنت بحميك كنت بظبطك كنت بعمل لك ضوافرك، بس انت اللي غدرتي، انت اللي بدأتي تخربشي جنة. خربش عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ بص يا جماعة ما انت مشيتي، بص بقى شكلك عامل ازاي، ادخلك ازاي كده على عيال؟ ايه؟ والله كنت بحبها جدا ولسه بحبك، بس انت مش عارف هتمرد العيال كده بقى. حاضر ثواني، طيب هجيب لك، طب هجيب لك تاكل. طيب بص يا جماعة، نهار أبيض ايه، تحس ان هي انسانة اقسم بالله. ايه ايه طيب ماشي، اصبري طيب اصبري بس خلاص بس بس. عايزة ايه؟ نهار كنت اللبن ده ماشي، يوم هجيب لك اكل دلوقتي يوم، بس يوم بس بس خلاص بس بس. تعال 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 تعال. تعملي ال وانت بتعملي رص بالفوت بالفوت بعد ما استحمت اهيت. طبعا ما رضيناش نجيب لكم مرحله الشاور بتاعت كاتي، عشان خاطر كانت يا عيني اتعورت وجت طلعت نزلت الشارع شويه وطلعت متعوره، الله فلقيناها ودانا هنا متعوره، ولقينا والله مش شايف كده اصلا. ودانا هنا متعوره من هنا اهي اهي، جرح اهو، قام ايدي في جرح هنا اهو، لو قربت الكاميرا اهي اهي، في جرح اهو يا جماعه في الاذن، وفي هنا اكتشفت النهارده في خبطه برضو هنا في مناخيرها بس بص بسيطه زي قرشة، خربوش. بص بقى الحاجة بقى اللي وفي هنا وفي اللي هنا، تضايق. بصوا بقى في هنا بقى الحاجه اللي اتضايق جدا وضايقتني، والله ان في حته من صابعها متشال، حاجة حاجة حته من صابعها متشال، فقررت ان انا الفتره اللي فاتت كنت بستخدم بس ما صورتش، استخدمت هنا مضاد حيوي ولقمت. هتقطع شوية المضاد الحيوي يا جنة برضه، عشان بعد ما نحط لها بتادين جوه هجيبه. المضاد الحيوي جوه استخدمت لها يا جماعه المرهم دوت، اسمه جلسونيك دوت، مضاد للالتهابات ومضاد حيوي هو في دي نفس كده يا الوقت، جنة بقى. فاستخدمته هنا، حطيت لها على يلا الجرح طب نحط كده. لها، طيب يلا فانا الاول هطهر بالاول بمطهر بتادين، تعمل زي هاتي الأنتوني ودانا وحط على ودانا على طول عشان يشربها. اهو 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 كده، ما تلمسيش انت الجرح بايديك بس. اهو اهو احنا حميناه يا جماعه، ده انا شاور وسيبناه لما تنشف خالص، فانا هطهر كده داير ما يدور كده بقى.
هي مبروفاي تمسكيش بالسجارة. فانا مطهران تعالى يا سوف. هي رجلها هي دي، هو ده تقريبا صح؟ ايوه. ايه يا فاطمة صعبة اوي صعبة، هي مش قادرة صح؟ نايميها بقى، نايميها. ايوه حط عليها من فوق بس وجعها، بس 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 بس. معمول جامد يا تامر، ده داخل في غرغرينا، ده مفتوح جامد. لا يا تامر لا والله، انا عشان كده مسكته اتخضيت. ما انا اتخضيت برضو. والله كده اربع رجلها. استوره ازاي؟ عايز تربط عشان ما تتلوث الجرح، ما يتلوث. ورمة يعني مطرح ال صح؟ اه. بس نايمة ازاي اصلا؟ نتيجة كده بص عليها نايمة زي ما انا شغال. حطيت المرة كده ما كانتش بتنام كده. كانت بتدنها صحية وبتقعد تنونو. كنا نجرب الفايدة بس. الرجل دي هتتربط كده كلها زي ضمودة كده. هو بيصور كده ولا بيعمل ايه؟ اه بيصور بس فصل. الفلاش فصل، الفلاش فصل. نعمل كده ومش هينفع. كنا نعمل الرابطة ديت وهي صحية طبعا، ما كانتش هتسيبنا نربط لها. هاتي المقص يا جنة. طب امسكي كده في بقى بتاعه يا جمالك. خدي ما تتلوثي تاني، احنا كدنا لها شاور وبعدين غيرنا لها ودانها بالبيتادين، وبعدين حطينا مرهم مضاد حيوي ومضاد التهاب، وبعدين حطينا على رجليها بيتادين، غسلناها بيتادين، سيبناها نشف، وبعدين حطينا المرحله اللي بعدها مرهم، وبعد كده ضمدناها بالايه، بزي شاش كده زي رباط ضغط منه يمسك الضافر. ماما مسك العظم. ماشي، في نهاية الفيديو حابة تقولي حاجة؟ اه ما تنسوش بقى تدعوا لها. اه والله ماما خلي ما تجيش عليها. عايز بس اعرف الباقي الدود ده بينزل على الفرش. لا الحمد لله ما طلعتش بتاع الحمد.